يستخدم الآن سانشاين بيانات حقيقية، وذلك بفضل واجهة Open Weather Map. حان الوقت لإنشاء المزيد من واجهة المستخدم. في هذا الدرس سوف تتعلم إنشاء الأنشطة وبنية التطبيق الخاص بك وكيفية التنقل بين الشاشات، وهذا يعني معرفة المزيد عن الأنشطة وعن إطار العمل المحدد وحتى كيفية استخدام الأنشطة التي تأتي من تطبيقات أخرى.